يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين O Messenger! O Muhammad, let not them grieve you who vie one with another in the race to disbelief, in allying themselves with the disbelievers in this world and in the hereafter, of such as say with their mouths, with their tongues, we believe, in our hearts, but their hearts believe not, i.e. the hearts of the hypocrites, Abdullah ibn Ubay and his followers, and of the Jews, i.e. the Jews of the Banu Qurayza, Qabi and his followers, listeners for the sake of falsehood, listeners of untruth. Listeners on behalf of other folk, the people of Kabar, who come not unto thee, regarding what happened among them, but Banu Qurayza asked about them, changing words, changing the traits and description of Muhammad and the legal ruling on the stoning of married people who commit adultery, from their context, after being exposited in the Torah, and saying, i.e. the leaders to their followers, it is also said, the hypocrites, Abdullah ibn Ubay and his followers, if this be given unto you.
If Muhammad, bull, command you to whip, married people who committed adultery, receive it, accept it from him and act according to it. But if this be not given unto you, if Muhammad does not command you to whip them and instead commands you to stone them, then beware, i.e. beware of following him if does not command you to whip them and, instead, commands you to stone them. Allah said, He whom Allah doometh unto sin, he whom Allah wants to persist in his disbelief and idolatry, it is also said, he whom Allah wants to expose, and it is also said that this means, he whom Allah wants to test, thou, by thine efforts, will avail him not against Allah, against Allah's punishment. Those are, the Jews and the hypocrites, they for whom the will of Allah is that he cleanse not their hearts, from scheming, treachery and persistence in disbelief. Theirs in the world will be 119 ignominy, punishment through killing and expulsion, and in the hereafter an awful doom, more severe than the punishment they suffer in this world. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Listeners, and ones who utter words for the sake of falsehood, greedy for illicit gain, bribery and that which is unlawful by changing the rulings of Allah. If then they, i.e. the Banu Qurayza and the Banu al-Nadir, have recourse unto thee, O Muhammad, judge between them, between the Banu Qurayza and the Banu al-Nadir, and it is also said, between the people of Kabar, or disclaim jurisdiction, by choice. If thou disclaimest jurisdiction, and do not judge between them, then they cannot harm thee at all, they cannot take away anything from you. But if thou judgest, between the Banu Qurayza and the Banu al-Nadir, and it is also said, between the people of Kabar, judge between them with equity, with stoning, married people who commit adultery. Lo! Allah loveth the equitable, who are fair when they judge with the Book of Allah and who apply the legal ruling of stoning. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما
أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Lo! We did reveal the Torah to Moses, wherein is guidance from error and a light, the explanation of stoning, by which, by the Torah, the prophets who surrendered unto Allah, those who surrendered to Allah from the time of Moses to the time of Jesus, in the interval of which there were 1,000 prophets, judged the Jews, the forefathers who were Jews, and the rabbis, he says. Those who judged between them were the godly men of knowledge and the ascetics, and the priests, all the other men of knowledge, judged, by such of Allah's scripture as they were bidden to observe, by that which they acted upon and called other people to, as in the book of Allah, and thereunto, i.e. about the legal ruling of stoning, were they witnesses. So fear not mankind, regarding the display of the traits and description of Muhammad and the legal ruling of stoning, but fear me, for concealing them. And barter not my revelations, through concealment of the traits and description of Muhammad, Bull, and the verse of stoning, for a little gain, for a paltry portion in your means of living. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed, Allah says, whoever does not show that which Allah has shown in the Torah regarding the traits and description of Muhammad and the verse of stoning, such are disbelievers, in Allah, the Messenger and the Scripture.